الأمن والأمان على قسمين، ممدوح ومذموم، أو مذموم وممدوح. بس تقول لي أمان مذموم، أكو أمان مذموم، أكو أمان مذموم في ثقافة القرآن، وأكو أمان ممدوح. هذا السولف يتعنق بالقليل ليوصل الإنسان العليين. أكو أمان مذموم، نعم. تقول لي شلون أمان مذموم؟ أمان مذ إيه أمان مذموم في ثقافة القرآن، أكو أمان مذموم. تقول لي مثل شنو؟ هاي فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. اللي يأمن مكر الله يعني يعتبر نفسه هو خوش إنسان، وإن لم يكن كذلك، وكل يقوم بي صحيح، وأنا كل ما وصلت له بتعبي وجهدي وبذكائي وفطنتي. مثل قارون لما قالوا له هاي الأموال مين لك؟ قال لهم إنما أوتيته على علم عندي. هاي مو من الله، لا تجيبون تخلون رب العالمين بكل شيء. هذا تعبي وجهودي وذكائي وفطنتي وخبرتي بعالم الاقتصاد. الله قال له يعني هذا منك قارون؟ قال له اي مني مو منك. فخسفنا به وبداره. هذا روح راح قارون، وراحت هاي الفلوس، وراحت هاي الاموال، وراح الذهب والفضه. الله تعالى يقول عن آل فرعون كم تركوا من جنات وعيون. كم تركوا جنات يعني شنو؟ بساتين فيها ما لذ وطاب. يعني توقع بستان أنا ربكم الأعلى، شي خلوا لذي، والنيل بصفة، بساتين ما لذ وطاب، يعني كأنك نشوفها كان يتونس بها فرعون، أنا ربكم الأعلى، والفراعنة اللي قبله والبعده بس التفتوا لي. وهاي البساتين كان كلها بها عيون ماء، إضافة للسواق اللي يجيبوا الهيام من النيل وغيرها، والراحة والونسة. الله يقول كم تركوا من جنات عافوها وراحت، هي هم راحوا، هم راحوا، هي هم راحوا، هيناتهم راحوا، هيناتهم. جرت الرياح على محل ديارهم فكأنما كانوا على ميعادي. انتهى كل شيء، ورمشت عين. ذاك أبو البستان من شاف بستانه وجمال بستان القرآن ذكر قصته. يا جماعة ما أدري عجيب إيش قد أكل الذب بالقرآن وما يذكره القرآن، ما تحسسون هاي اللذة؟ يعني نقرأ قصص بغير القرآن، إيش قد أكو ما يعبر عنها بالروايات، مو المقصود بالروايات بالمصطلح الديني، الروايات مصطلح الآخر يعني بالأدب وكذا، رواية فلان الفلاني وهذا لا قصده بالرواية، وقصص وإيش قد أكو ماهرين بكتابة القصص، أنت قرأ لهم ما تشعر به أبداً أبداً والله، ولا تشعر ولا بمقدار ضئيل جمال القرآن ولذة القرآن لما يطرح في الشيء عظيم. القرآن يذكر قصة ذولاك أصحاب البستان، من شافوا البستان شلون محمل وجماله وقالوا ما راح ننطي الفقير هاي المرة مثل ما كان أبونا يسوي وكذا ينطي فقراء. شنو فقراء؟ هذا تعبنا، شنو فقير؟ جهدنا هذا، شغلنا هذا، احنا كون نستفيد منه، شنو الآخرون يستفيدون منه؟ ماكو حصة الفقير. القرآن الكريم يقول قاعده والصبح شلقوا البستان خاوي على عروش. هنا بدأ الندم، واحد قام يقلب كفيه وذا قام ويكأنه إلى آخره وذكر القرآن. كل شرح رمشت عين، كل شرح. الله الذي يقولهم هذا البستان كان محمل مو لعيونكم، هذا لأنكم تطون حصة للفقير أنا كنت مبارك لكم، من غيرتوا أنا هم البركة شلتها. شون ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباسا، جوعناهم وخوفناهم من بعد ما كانوا آمنين مرتاحين، لأن هم بدلوا، هم من يغيرون النعمة هم تغير، سنن قوانين. وبالمقابل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. شوف ذولاك بالعكس، ذولاك من الحسن للسيء، ذولا من السيء للحسن، كل شيء يتغير. قوانين سنن تحكم الكون. فهذا الإنسان يقول كل مني، كل أنا سويته، أنا مأمن، أنا مرتب أموري، أنا ما خال علي مشكلة، أنا كذا أنا كذا. الله تعالى يقول بالقرآن، يقول اليأمن مكري خاسر. اليأمن شنو؟ مكري خاسر، لما ما يمشي عدل ومأمن ماكو شيء يصير عليه. يعني أضرب لكم مثال، ما أعظم القرآن، ما أعظم القرآن، وش قد نقدر نستفيد منه حتى الحاضرنا والمستقبلنا. باوعولي ثفتولي، الله نقل عن عاد، عن منو؟ عاد اللي هم قوم منو؟ هود. هود أحسنت. وثمود قوم صالح كما تعلمون، وأهل مدين قوم شعيب جزاكم الله خيرا، أهل علم، أهل وعي، أهل فهم، واضح طبقة مثقفة راقية. خلاصة شو يقولون عاد؟ من أشد منا، من أشد منا قوة، من أشد منا قوة، من أشد منا قوة. طبعا
طبعا بالثقافة القرآنية يا أحبة اللي عنده قوة بالثقافة القرآنية كون القوة ما تأخذ للتكبر والتجبر والتفرع والظلم والقتل. يعني أمنوا مكر الله يوم ما أمنوا أمنوا. هذا الأمن هنا إيجابي لو سلبي؟ سلبي. نزل العذاب عليهم الله انتقم منهم فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. بس تقولي شاوين عذاب رب العالمين؟ مو مثل ما نريد، احنا مستعجلين. سنن رب العالمين ما تمشي باستعجالنا، لان هو القرآن يقول فأكثروا فيها الفساد في سورة الفجر. أكثروا فيها الفساد يعني أخذوا وقت وما أخذوا وقت. أخذوا وقت يعني أكثروا أكثروا. جوز أخذوا لهم 100 سنة 200 سنة 150 سنة. قوم نوح 800 سنة أفسدوا الله انتقم منهم بعدين. سنن رب العالمين ما تمشي مثل ما إحنا نريد، تمشي مثل ما رب العالمين يريد. الله يقول عن الكافرين والظالمين أملي لهم، أملي يعني أنطيهم فرصة، أملي لهم إن كيدي متين، بعدين أضربهم بس أعطيهم فرصة، أعطيهم فرصة، بعدين أضربهم. شبابنا هاي الحقائق كون يعرفوها يلتفتوا لها حتى لا تصير عندهم شبهات، خصوصا أكو بعض أعداء الدين الآن شغالين على هذا الموضوع، يطلعون مثلا صورة أطفال مقتولين يقول يكتبون لنا إحنا المتدينين أين عدل ربكم؟ ما يشوف ربكم هاي المناظر؟ ما يشوفها؟ هيك يكتبون لنا. ربنا ممشي الكون بنظام وسنن وقوانين بينها بكتب السماوية قبل آلاف السنين وبينها بالقرآن قبل أكثر من 1400 سنة. القضية مو فوضوية. الله في كتابه يقول ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. أنا لو أريد أنتقم بشكل فوري أحسنتم وسريع ومباشر من كل مذنب، الله يقول الحياة ما راح تستمر، يعني راح أنتقم منكم كلكم بيوم واحد وتنتهي الحياة. هاي ربنا هالشكل قال قبل أكثر من 1400 سنة. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم بشكل فوري ما ترك عليها من داب، يعني ما راح تبقى حياة، كلكم أنتقم منكم ساعة واحدة وأخلص الحياة. أنا ما أمشي بهالطريقة، عندي سنن، عندي قوانين. لن تجد لسنة الله تبديلا، لن تجد لسنة الله تحويلا. أنا أتعامل مع خلقي بالقوانين اللي أنا خالها، ولهذا ذولا اللي يطرحون علينا مثل هاي الأمور ذولا عندهم غرض، مو هامهم عدل الله، سمو عندهم شيء. من أشد منا قوة؟ انطحنا انطحنا، والله طحنهم راحوا. وينهم؟ أنا ربكم الأعلى، أنطاه فرصة راح غرق. أنا أحيي وأميت. النمرود أخذ، الله رب العالمين قال جتري 100 سنة أخذ 100 سنة، جتري 90 سنة أخذ 90 سنة، وهو يقول أنا أحيي وأميت، يعني قال له أخذ 90 سنة. بعدين دخل ذبابة برأسه قاموا يضربوه أجلكم الله بكل شيء على رأسه حتى يرتاح، بس يقولون ضربوني وهلك هلك. ولله جنود السماوات والأرض، ولله جنود السماوات، هلك بعدين هلك هلك. الأمان من مكر الله أمان مذموم، وصاحبه ينوخذ على حين غرة مثل ما يقال، على ساعة يؤخذ. القرآن الكريم يقول اليأمن مكر الله خاسر ولكم الخاسرون، خاسر في لحظة ما لما يستكمل حلقات عذاب ضمن ثقافة السنة الإلهية ينظر. هذا أمن مذموم.